بص يا شباب، فيديو دي طبعا انا بعتذر طبعا على الغيبة دي كلها، بس ان شاء الله قريب كده راجعين بفيديوهات هتكسر الدنيا. طبعا ناس كتيرة بيبقى معاها فلوس على بيرفكت ماني وحابة ان هي تبعت الفلوس دي على البير، بس ما بتعرفش الطريقة ايه، او بتضطر انها تروح لمواقع بتساعدهم ان هي تحول من بيرفكت ماني الى البير، وبيكونوا خايفين ان المواقع دي تنصب او تطول عليهم لحد ما تبعت الفلوس. فطبعا انا جايب لكم في الفيديو دي طريقه سهله جدا، مش هتعمل معاك دقيقه. تمام، اول حاجه انت بتفتح الحساب بتاعك بتاع البير. تمام، بتيجي يا شباب فين؟ عند علامه الزائد دي. تمام، بعد كده بتخلي كل حاجه زي ما هي، وبتيجي عند تاني حاجه اللي هو اختار النظام، بتدوس عليها وبتختار ايه، بيرفكت ماني اللي هو مكتوب عليه مال مناسب. بعد كده بتحط هنا الكمية اللي انت عايز تسحبها من بيرفكت ماني. انت مثلا عندك 11 دولار، عندك 12، عندك 100 دولار، تكتب الكمية هنا. تمام، انا طبعا عامل حسبة ان انا هسحب قد ايه بالظبط. تمام، هنا ايه، البير هياخد نسبة كام؟ 24 سنت. تمام، احنا هندوس على كلمة يضيف، بعد كده هندوس على كلمة كونفيج يعني اتأكد. هيدخل معانا على الصفحة اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. تمام، نيجي احنا ندوس على كلمة قم بالدفع. بعد كده شباب بتيجي هنا بقى تحط البيانات بتاعتك اللي هو رقم الحساب بتاعك، رقم العدوية والباسورد، وبتيجي تحط الرقم اللي ظاهر معاك تحت وتدوس على كلمة معينة. بعد ما تدوس على كلمة معينة هيجي لك رسالة شباب، هيجي لك صفحة. تمام، صفحة انك تحط فيها كود هيوصل لك على الجيميل. تمام، انا طبعا مش ظاهر لي، بس هي هتظهر لك عادي. تدخل الجيميل تجيب الكود ده وتحطه وتدوس على كلمة استمرار. بعد كده تفتح معاك الصفحة دي، وبيجيب لك هنا طبعا الحساب بتاعك اهو، يقول لك انت معاك بالظبط على البيرفكت بتاعك 11 و87 سنت. طبعا هنا المجموع الكل اللي هيدفع اللي هو ايه، 11 87 سنت. احنا هنيجي ندوس على قمة تأكيد الدفع، وزي ما انتم شايفين تم الدفع بنجاح. تمام، رقم العملية كذا، شكرا على استخدام بيرفكت ماني، وندوس على قمة استمرار. هنستنى ثواني لحد ما نرجع للبير، هيطلب منك تسجل حسابك. تمام، بعد كده شباب زي ما انتم شايفين انا في اول الفيديو كان معايا 100 دولار، دلوقتي معايا ايه، 112 دولار. لو جينا تحت عند المعاملات اللي هي علامة الساعة دي، هنلاقي هنا شباب ان هو فعلا في يوم 12/9 اللي هو تاريخ النهاردة فوق اهو 12/9، جالنا كام؟ جالنا 11 دولار و40 سنت من بيرفكت ماني. لو دوسنا على رقم العملية هنلاقي فعلا هنا اهو ان احنا يوم كذا طلبنا ان احنا نسحب من بيرفكت ماني المبلغ ده، وان العمليه فعلا ايه، تمت بنجاح. ولو رجعت طبعا لحسابك على بيرفكت ماني هتلاقي فعلا ان الفلوس من عندك اتخصمت. طبعا يا شباب دي طريقه سهله، طريقه مضمونه، بتوصل لك راس مالك في ثواني في نفس اللحظه اللي انت بتعمل فيها العمليه دي. طبعا لان ناس كتيره بتبقى عندها فلوس على بيرفكت ماني ومش قادره ان هي تسحب الفلوس دي او تحولها من هنا لهنا. طبعا انت برضو لو عاوز تسحب، لو عاوز تبعت فلوس للبيرفكت ماني بتيجي عادي. تمام شباب، بتدوس على علامة السهم دي وبتختار عن تلقاء القوالب هنا، تختار القالب ده. تمام، لا تمام يا شباب، نيجي بس هنا عند كلمة البيير اللي فوق دي، بنختار عليها كده، بنختارها ايه، كلمة البيير من فوق، بنغيرها لبيرفكت ماني. بعد كده بنحط رقم الحساب بيرفكت ماني هنا، بنحط القيمه اللي احنا عاوزين نبعتها بالدولار هنا، وبعد كده بندوس على كلمه يرسل، بتبعت لك بتوصل لك فلوسك على بيرفكت ماني. يعني احنا في الفيديو ده يا شباب تمام قدرنا ان احنا نعرف ازاي نحول فلوس من بيرفكت ماني للبير، وازاي نقدر نحول فلوس من بير لبيرفكت ماني بدون اي مشاكل. العمليه بتتم في اقل من دقيقه. طبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسونا بلايك واشتراك، والسلام عليكم.